هاي اليوم بدنا نحكي عن شو هي الاشياء اللي لازم نعملها من بعد فصل الصيف، لانه مثل ما بنعرف انه بالصيف بيكون عندنا شمس، بيكون عندنا تعرض اول للبوليوشن للشمس، الجلد بتتغير وبتتغير لونها. مشان هيك في عندنا الاشياء اللي بتنعمل تنحافظ على البشره، تنرجع لها ميويتها، تنرجع لها نضارتها، وتنرجع نحافظ لها على لونها. من الاشياء اللي لازم نعملها اكيد هن البيلينج اللي بينعملوا بموسم الشتاء، يلي هن بيكون فيهم يا جلايكوليك اسيدز يعني احماض الفواكه او التي سي اي، بالاضافه لهول اكيد بنستعمل ميزوثيرابي والسكين بوسترز ليحسنوا نوعيه البشره. هول كلهم كثير مهمين، بالاضافه كمان للعلاجات اللي بتستعمل لتحسين نوعيه البشره، يلي مثل ما بنعرف انه الفيتامين سي والريتينول هن مواد كثير بتفيد بهيك حالات. اما بالنسبه للنمش والكلف يلي كثير بنتعرض للاسئله بهالموضوع، كثير مهم انه نعالجهم بطريقه كمان البيلينجز، بس اهم شيء الكريمات. مثل ما بنعرف انه الكريمات يلي فيها ادويه معينه مش بس تجميليه او اشياء بتكون كريمات اكثر طبيه، بتفوت على الوجه وبتفوت على الجلده وبتخفف الافرازات تبع اللون يلي بتخلي انه اللون يرجع يصير موحد وعم يعطي اشراقه ونضاره للوجه.